مرحبا. حلقتنا اليوم رح تحكي عن الباشن فروت او فاكهة العاطفة. الموطن الاصلي لهالفاكهة هو البرازيل والباراغواي والمناطق الشمالية من الارجنتين. بس اليوم عم تشهد هالفواكه انتشار كبير بعالمنا، خاصة بسبب منافعها الصحية وطعمتها الغريبة. فهي بتحسن عملية الهضم لانه كتير بتحتوي على الالياف. كما وأنه بتعتبر الباشن فروت مصدر غني للمعادن مثل الحديد، الفوسفور والمغنيسيوم. وبعض الدراسات أظهرت أنه ممكن هالفاكهة تكون مفيدة للأشخاص يلي بيعانوا من الربو والتهاب المفاصل. وبنهاية هالحلقة أنا بقلكم live right وتابعونا دايماً.